وتبين ان اللي خلص على امه هو شاب بيبلغ من العمر 25 سنة وكان مريض نفسي وكان نزيف في احد المستشفيات او احد المصحات النفسية اللي ودته 17 طعنة في جميع انحاء الجسم، منها جروح قطعية في الرقبة وفي البطن وفي الصدر وفي اماكن متفرقة في الجسم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع محمد سيف الدين. ما زلنا بنعرض لحضراتكم أهم الوقائع وأهم الأحداث اللي بتدور حوالينا اللي علينا نتخذ منها عبرة وعظة. والقصة اللي معانا النهاردة أو موضوع حلقتنا النهاردة هي جريمة أم راحت ضحية على إيد ابنها بعد ما سدد لها 17 طعنة بسلاح أبيض. ورغم ان ربنا سبحانه وتعالى وصانا بطاعة الوالدين وقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني ربنا ربط التوحيد بطاعة الوالدين، لكن في حقيقتنا النهاردة هنشوف عكس الكلام ده. ورغم ان سيدنا النبي قال الجنة تحت اقدام الامهات، لكن في ناس بتنكر الكلام ده تماما وبتعمل عكسه 100%. القصة اللي معانا النهاردة هي قصة حصلت في مدينة الخصوص التابعة لمركز الخنكة محافظة الأليوبية، واللي راح ضحيتها أم على إيد ابنها بعد ما سدد لها 17 طعنة. وطبعا الموضوع اتعرض ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من أحد الناس الموجودة حوالين مسرح الجريمة، بيفيد بأن في أم راحت ضحية على إيد ابنها. طبعا من هنا الاجهزه الامنيه بدات توصل لمحل البلاغ او مسرح الجريمه وبدات تحقق في الموضوع، وتبين ان اللي خلص على امه هو شاب بيبلغ من العمر 25 سنه وكان مريض نفسي وكان نزيف في احد المستشفيات او احد المصحات النفسيه بيتعالج من المرض النفسي. خلص على والدته 17 طعنه، والدته اللي بتبلغ من العمر 51 سنه وكانت شغاله باحد المستشفيات الموجوده في مركز الخنكه. طبعا من هنا الاجهزه الامنيه بدات تعمل تحقيقاتها وتحرياتها في الموضوع، وبدات تنقل الجثمان بتاع الام علشان توديه مستشفى الخنكه العام علشان يتم الفحص. وبعد ما تم الفحص تم نقل الجثه تحت تصرف النيابه علشان نشوف نتيجه الطب الشرعي وان الست دي توفت ازاي. طبعا تبين من نتيجه الطب الشرعي ان الابن ده سدد لوالدته 17 طعنه في جميع انحاء الجسم، منها جروح قطعيه في الرقبه وفي البطن وفي الصدر وفي اماكن متفرقه في الجسم. طبعا النيابه من هنا امرت بالقاء القبض على المتهم، وبالفعل الشرطه تمكنت من القبض على الابن اللي عمل كده، ومن هنا النيابه امرت بحبس المتهم ده 4 ايام على ذمه التحقيقات لحين الانتهاء منها. طبعا بقينا نشوف وقائع غريبة جدا الفترة اللي فاتت والفترة اللي احنا عايشينها دي بالاخص، بنشوف وقائع غريبة، واحد بيخلص على والدته واحد بيخلص على ابوه، وبقينا عايشين في مجتمع غريب جدا محاط بالمشاكل، وده بسبب بعدنا عن ربنا وبعدنا عن الدين. ياريت اللي حصل ده يكون درس وعبرة لكل واحد. لحظة الغضب هي اللحظة اللي ممكن اي واحد فينا يعمل حاجة خارج عن ارادته يعيش ندمان عليها بقية حياته، وهيبقى خسران دنيا وخسران اخرة. دي الواقعة اللي كانت معانا النهاردة. لحد ان انا بوصلنا لنهاية حلقة النهاردة، ما تنساش تدعم الفيديو باللايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس، وكالعادة مستني راح حضراتكم في التعليقات. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.